كسنديانة أغصانها الأزقة القديمة، أومأت إلينا بفستانها الحريري، وأدخلتنا بهو الحكاية ذات ليل، حتى قال الزمان كان يا مكان. السادة الحضور، ضيوف سنديانة، الفنانون والعازفون والحضور الكريم، مرحبا بكم في الحكاية، إذ أبهج حضوركم روح المدينة. هذه الدورة الثالثة من مهرجان حفلات المدينة بمسرح السنديانة، والتي تعود بعد غياب سنتين بحلتها الجديدة، وتندرج ضمن البرنامج الثقافي الرمضاني لمسرح السنديانة. ومساهمة منا في إضاءة ردهة من ردهات مدينة تونس العتيقة بما يليق بتاريخها العريق وطابعها الأصيل، أتقدم بالشكر لوزيرة الشؤون الثقافية على دعمها لنا ولهذه التظاهرة. شكراً للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية على إيمانهم بمشروعنا الثقافي ودعمهم. كما أشكر كل الفنانين المشاركين بعرض الحكوات وبعروض الموسيقى على مساهمتهم المتميزة في إثراء هذه الدورة. شكراً لكل فريق مسرح السنديانة لجهودهم لإنتاج هذه الدورة. الفنان الكبير نور الدين بن عائشة. شريتكم جونا تونسي سميم في رمضان والمدينة ومسرح السنديانة. جونا كوكين تونسي
أفضل ممثلة في استفتاء إذاعة موزايك هي الممثلة القديرة الجميلة الأنيقة صاحبة الحضور الرائع وصديقتي وحيدة دريدي. شكرا فرجة طيبة وسهلة طيبة. باش نمشيو لحكايه تقدر وتعطي قيمه كبيره للمراه التونسيه اللي هي اللي تنسى في العالم. يا سيدي يا ساده يا ماده يدلنا ويدلكم كما كنا نقولوا للشهاده نحكيوا كل عام وقت اللي كانت ما عناش لا حدود ولا عنا ولايات. كان عنا حاجه اسمها في البر هذايا النجوع. نجوع وقبائل، وقبائلنا في تونس من أصول مختلفة، اللي أصوله أمازيغية واللي أصوله عربية واللي أصوله جاية من أي بر. من نجوع هذه فما نجع كبير وقبيلة كبيرة اسمها بني هلال. بني هلال عندها بطون، والبطون اللي فيها بطن اسمه دريد. ودريد ما نعرفش علاش معروفين بنساهم أكثر من الرجال. كانت عندهم برشا حكايات، كانت فما فاطمة بنت دريد. فما الجيز يوم أدراك منهم تقب كيو على حكاية أخرى اسمها الزهرة بنت دريد. الزهرة بنت دريد كانت عندها 6 أخوة رجال. نهار كامل وهي تسول وتجول على الفرس تضرب بالسيف بالسلاح بالرمح وعمرها ما قعدت في دار وعمرها ما قالوا لها اقعد وما تخرجي إلا من غير إذن. كانت حرة من حراير تونس كيما حراير تونس تاو. نهار من نهارات وهي تحوس وتصول في البلاد متعدية قولوا احنا خرجت كما نقولوا بالشمال الغربي بدات متعدية هبطت حتى للساحل التونسي. هي ماشية تلقى بستين الزيتون هيدا خطوة خطوة تلقى كيما الزهمولة تحت شجرة الزيتون. قالت نقرب ونشوف هبطت من الفرس متاعها بدات تطل بشوية بشوية تلقى هالرويجة مسكين حالته حليلة حوايجو مهدرشة مقطعة استيق حافية والرأس عريان وهو دايخ ما في عينه بلا. هبطت القربة بتاع الماء شربته قطرتين فاق قال يحيي من أحياني. قالت له سيدي أنت منين؟ من هنا؟ قال هلا. قالت له منين جيت؟ وراها ثنية الغرب. قالت له جيت مع قافلة وقطاع الطرق سرقوا؟ قال هلا. قالت له مالا جيت طالب علم من جامع الزيتونة؟ قال لها يقعد بعدي من عرش فك الخط. قالت له مالا انت فارس وهمام وبالك تحت بك الايام. قال لها الشيء. قالت له مالا اش تعمل؟ قال لها ما نعمل في حد شيء هاني حاطه حمولي على ربي. قالت له تعرفش كيفاه؟ احنا في تونس معروفين بالكرم. ايا تعرفش تركب على الفرس؟ قال لها لا. ايا هزته وحطته على الفرس برداعي وقصدت بيه ربي وصلت بيه للنجع نتاعهم. بيان سور تعرفوا انتوما اللي التوانسه اهل الضيافه هكا وليت كي يجينا واحد اش نعملوا اش نضيفوه؟ يا ثيب نسالوه احنا قبلهم؟ نخليوه قبلهم؟ فكت 3 ايام هذوكم لازم ياكل ويشرب ويتغطى ويقعد ضيفنا هكا وليت؟ يا سيدي بدلوله ولبسوه ورجلوه وحطوه في خيمه قالوا له ارتاح على روحك تحش الليل. احنا كيما عنا عادات باهية عنا عادات نص نص عنا شوية نسنيس هيك عزوزة في الناجع نسناسة بدات تدور بين الخيم وتشوف دخلت تلقى الرويجة عينيه محطوطة في السقف. قالت له شبيه جيعان؟ قال هالي بردين يا بابا؟ قال هالي. قالت له فما حاجة محيرتك؟ قال هالي. قالت له مالا شبيك يا وليدي اش مقلقك؟ تلفت وقال لها كيس على حيلك وينحط باشر نعطي في لوعات لا نداد المكسب مخلولة وغديت ولا لا لا حيك نشات لا لا حيك
شاد نخلو لا من رزق يا ربي العوي 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 عزك كل ولد شاد اللي ما خانوه هو صغير خانوه هو كبير اللي ما باعنا واحنا صغار باعنا واحنا كبار وهذاك القدر متاعنا في تونس اما الحاجه الباهيه اللي تونسي ما ولدها وذكرتها قصيره اللي بيعنا يترمى في البحر وننساو وديما نحاولوا نبنيه تقول علينا دونك شوت في زماننا هذاك علاش احنا ديما هكا ديما التوانسه موجودين أنا 15 سنة موجودين في البلاد هذيا باش نكملوا المهم يا سيدي نخليو الزهرة مسكينة مع دميعاتها وهي قاعدة ونرجعوا لسي أحمد ولا محمد قاعد بحذا البيت ما هو سيدي عربي حاشا السامعين وحاشا الحضور ومزيانكم ما تملى عينه يا سيدي قعد بحذا البيت خزر له قالوا سيدي البيت أنا جتني فكرة قالوا شنين قالوا توا توين سيدعوا في الخمس مش شوية على الخزينة متاعنا قالوا ما انت شنو تحب قالوا نحب نضربها في 3 أضعاف 5 أضعاف نحن ناخذ شوية فلوس ومش عنا فيهم قالوا البي ولدي كيفاش معناها تحب تجوحهم انت قالوا شي يهمنا احنا قالوا ولدي يوصلوا ما يقلوش الخبز كيفاه احنا باش ناخذوا لهم محصولهم وتعبهم وعرقهم ونحطوه ما يوافقوش قالوا يا سيدي ايش عليك انت ابعثني مع الصبيحيه وانا نجيب لك 5 أضعاف وحتى تونسي ما يتكلم قالوا مثبت قالوا مثبت قالوا راهو مسؤوليتي قالوا سيدي البي مسؤوليتي ونجيب لك الفلوس ونجيب لك الجبايه ونعبي المخازن اخرج موديما ساعه ساعه السكيت نتاع تونس يعلم الناس ما عارفينا سبحان الله كي نبداو ساكتين نسكت ما فينا هزك الصبيحية نتاعو وبدأ هاو ماشي هاو ماشي يهبط للجنوب باش يلم الجباية على التمر هو هبط الغاديكا بالضبط ومشي لشيخ المرازيك شيخ المرازيك قالوا هاي الجباية نتاعك هذا الخمس تلفت له سي قايد المحل قالوا ليرة والبيع 5 أضعاف قالوا شنو قالوا 5 أضعاف كيفاش يا ودي 5 أضعاف مالا احنا قالوا مبعودين نقعدوا ولا شنو نعملوا قالوا ذا امر البيت ما كانش باش يجيب لكم جيش كبير أي قالوا تعش كيفاه ها باش نبدا بكم انتوما حتى يجي الجيش نتاع البيت شدوا كالصبيحية بعصات زيتون هذه تنفع هذه تضر هذه تنفع هذه تضر نحاولوا نلحقوا جيت بعثوهم للبي نتاعهم وشدوا قايد المحل ربطوه وفي مطمورة حطوه اخلط الخبر للبي البي ولا يرش قال ذي الدنيا باش تقوم عليا القيمة أو أنا بي تركي
والاخرين باش يتلموا عليا ويهدوني الابصار، هذوما اكيد باش يشنقوني. خاف، قال لي خل نشوف حل. ابدا يدور ويفركس ويدور ويفركس، بعد تفكر الزهره بالتدريج. بعدت جيبها، قالها ايجا جيت وقد تفضل سيدنا شحاجتك. قالها سمعت باللي جرى مطلوب منك نسمع. يا اخي احكي لها الحكايه. هو احكي لها الحكايه، قالت له مطلوب مني يا سيدي الباي. قال مطلوب باش ترك حقيق بين تونس والا باش تدافع عليا معاهم. قالت له اسمع قول صحيح احنا قبايل مفرقه، وصحيح تلقى ماجري وهمامي وتلقاه عياري هذوما التابعين مزيق، وتلقاه المناعي وتلقاه الرياحي وتلقاه. قالت له هذوما من اصول اخرى، لكنهم كلهم تونسه، واللي قاعدين في المدينه تونسه، واللي في مدن اخرى تونسه، مدن بالسور. قالت له كلهم تونسه، احنا ما نتعداوش على بعض وما نقتلوش بعض وما نتعداوش على الاعراض بعض. تحب يا باي نخرجك من المشكله، ترجع الخمس هذاك اللي فمك، ونمشي انا واخواتي نجيب لك جبايه ونتمس حتى تونسي فينا، والا راني انا وهما جايينك على قصر. قال لها البي انت تحكم. خرجت ثلاثه خطوات ورجعت له، قالت له سيدي البي خرج، قالت له عندي امانه عندك نهزها معي وانا مروحه. قال لها هز ما عادش حاجتي بيه. هيا هزت روحها مشيت لخواتها ولمعت شيوخ القبيل الكل ولمتهم وحكت لهم الحكايه وقالت لهم راهو جبايه باش ندفعوها باش ندفعوها، هذيك هي المملكه وهذاك الحال. اما اللي ما في حالوش نخلوه للعام اللي بعده، واللي في حاله يدفع الخمس وعليه امان الله، واحنا رانا ما ننفعوا كان بعضنا، والغريب يقعد غريب. اليوم استعمرنا غدوه يمشي على روحه ويقعد في الواد كان حجره. قالوا لها باهي. بدات تجمع في جبايه حتى خلفت الجنوب. بعد ما كملت جمعة تلفت للشيخ، قالت له يا شيخ. قال لها نعم. قالت له عندي امانه عندك في المطموره اللي هزها. قال هيا لحظه جيبوه. كركروه من المطموره خرجوه، بما انه فرس الفرسان عاد هو ياسر. هزته وحطته على فرس برداعي، وصلته حطته قدام قبيلتها، دخلته للخيمه، هزته كيلته وحطته. بعد قالت له يا راجل مش كاينك لابس عمامة اسطنبولي. قال هاي. قالت له انا ما قلتكش بها. قال هاي. قالت له ما نحكي. زاد خزرت له قالت له مش كاينك لابس عباية حرير هكا شير في ال. قال هاي. قالت له مش كاين هذه من بر الهند هالحرير. قال هاي. قالت له ما قلتكش بها نحكي. خزرت له تبقاه لابس بوت جلد هكا يعمل. قالت له هذايا انا على هلاقتهم لنا. أيا ما نطولش عليكم، ما فهم بيك شما أقل من 18 سنة بينات. المهم ناحي 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 خليته كي قطوة يا طوى رجع لك لمينة. شات حلتك الصندوق، جبت لك الشلاقات والملاقات من الصندوق، لبستهم له. قالت له كي قيتك الساق حافية والراس عريان وقطرة ما تكسبهاش، اما انا راني من اهل الكرم. هي قال لها ماذا شنو؟ قالت له ها باش نعطيك كربه ماء وخبيزه كسره، هزهم معاك وارجع اطلع على الفرس ونوصلك منين جبتك. طلعته على الفرس بردي ووصلته لك الجيره وحطته تحتها. قالت له وين لقيتك؟ وين نرجعك؟ هي ماشيه. وقال اسمع يا زهره. قالت له شنية؟ قال لها علوني رقات الجاني، علوني علاني، جيبولي طبيبي داوي، يا ناس مرضي طال عيوني الهابة، يا قمح البيت يا علوني رقت صلوحة من مدة وزمان، مغرومة تقرا في اللوحة جلجيل في القرآن، عيوني الهابة يا قمح البيت يا وعلوني رمقات الجاني، علوني علاني،
وجيبوا لي طبيبي داوي يا ناس مرضي طال عيون الهبة يا قمح البيت يا زهيرة. وانا اتجونت كنت ديما فماش مسرحية في المسرح البلدي. كيف ما اخر عرض سهرة خاصة. كان زهيرة بن عمار تخدم فيها. بالنسبة لي انا زهيرة سي لاغون ديفا. سيدة الارتياح كلها. وكنت دائما نمشي نتفرج من عرب. واحنا ماشيين. نبدأ بيتها. مصلي على النبي ونقول على الطاقة اللي عندها. لكن نهارتها وانا اتجونت بديت نعمل في شويه مسرح بديت شويه نخدم مع محمد دريس في الوقت هذيك وبديت نتعلم في المسرح المحترف من المسرح الجامعي الى المسرح المحترف ونتفرج في المشهد الاخير تعمل فيه زهيره وكان سهره خاصه وقتها اخر عرض زهيره عندها تابلو تعمل روك اند رول تشرح فيه وعندها اتيراده ما اسمهاش اتيراده اسمها 3 صفحات ولا 4 وهي تقول فيهم على فرط الفس وفي نفس الوقت تشتح في روكاندرول سانز اغي والناس الكل والربح الكل بتاعها حتى ما هو معاها وحتى ان بارتنير باش تتك عليه ما فماش وين نتفرج بيتا نخزر فاتت التابلو اكثر من 10 دقائق الله واحد وزهيره ما شاء الله بنفس التوناسيون بنفس الاداء بنفس قوه الصوت بعديها شق زميلي قاعد يا اخي انا قمت نبكي قعدت يخزر لي قاش تبكي قلت له فما ممثلة كيما زهيرة بن عمار تخدم هكاك على الركن واحنا طامعين باش نطلع ونعملوا كيفها قال لي علاش ما كنتي تواصل وتمشي قلت له امنيتي نهار من نهارات نكون كيما زهيرة بن عمار ربي يحييك يا زهيرة ويخليك